هذا تعدى معلم يرحم والديك. اسمع لغة تعطيني خنكمل شيخ تعقب ليالي مش معايا تعدى صح. اسمع كلوغة راجل يعمل لي في شعره هكا مش جوي رواه رد بالك برمشي على روحك صاحبي خير. كارما مش بيك انت عقب الليلي تطلب فيا تقول لي عندي ما نعطيكش مش تعطيني يا اخي. ايه ما قلتليش المفتاح هذا بتاع شنو؟ بتاع شنو المفتاح هذا؟ اسمعني وليدي ايش نقول ماني ميمتك انا راني مرا كبيره وليدي بناري محصوره هنا بالدم والسكر خليني نمشي نعمل دويره في الكوجينه طيب وفاي منحطو ناكلو احنا وياكم باي وما نكذبش عليك وليدي تحصرت نوصل للتواليت نستريح ونجيك تشد بلاست تحب تستريح زياد ينجم يكون اللي انت تقرا في الكلام هذا وانا مانيش حايه صحيح عشت معاك لحظات حلوه برشا اما انا فرحانه على الاخر على خاطر ماشيه بحضة الراجل اللي حبيته انا نعرف اللي انت بريء ومتاكده من هذا ذاك علاش حبيت نقولك خليت لك الوثائق الكل في الفلاش اللي ثبتوا براءتك وخليت لك حاجه عزيزه عليا برشا خليها لي ريتشارد تعرفوا علاش حطيت الكرة الأرضية في البلو بوكس؟ علاش شاف؟ باش نشوف كل شيء نسمع كل شيء ونعرف كل شيء في الدغاغر والمغاغر اش تقصد؟ نقصد اللي جرد عميل أمينوس وبعد اللي شاي اللي عمل فيكم هكا هو ذكي من قبل شاف؟ لا ذكي لا شيء الزهر يلعب معاه أما المرة هذه طاح مع سي طيب ساسوفي
احنا اليوم عندنا ندوة صحفية باش يحضر فيها الرئيس باش نحكيو على الأمن القومي، وانتم مازلتوا خايفين وما نجمتوش تشدوا زياد. ليس جون ألمبي ألمبيسيل سوسيدي، تنجموا تحضروا روحكم تمشيوا تأمنوا الندوة الصحفية، عندي تليفون مهم نستنى فيه. أوكي أوكي. تنساش تكلم برياد سينوفيل. أوكي. وسيم تسمع فيا مليح؟ وي بي هاي واضح شيف.